متذكره مرحبا بكم في هذا البث المباشر. اليوم حنايا في واحد ليفينمون اللي عنده علاقه بشراكه اللي عندها ابعاد انسانيه واجتماعيه محضه هنا اللي خاصه بشركه اورانج. اليوم نحاول نقربكم اكثر مع الاستاذه مجموعه من النقاط اللي كتهدف لها هذه الشراكه هذه والاهمها هو النهوض بمنطقه اللي في ضواحي مراكش كمعلومات اوليه. بقوا معنا متابعينا الكرام، اكيد تخطيطنا مازال متوسط لهذه التظاهره هذه. مرحبا بك استاذه، قدمي لنا نفسك وهذا الشراكة اليوم اللي كتجمعكم بشركة أورانج للاتصال. ليلى فجاح، رئيسة مؤسسة السلام الإنماء الاجتماعي فرع الدار البيضاء أنفا. مؤسسة السلام الإنماء الاجتماعي حصلت على هذا المشروع سويت أن أبيل دوفخ مع لا فونداسيون أورانج. هذا غادي يكون هو أول مشروع، أول فيلاج أورانج اللي غادي يدار في المغرب. أورانج لا فونداسيون أورانج عندها بزاف ديال لي فيلاج كديرهم في العالم، وهذا حنا حصلنا الشرف أننا غنكونوا الجمعية اللي غادي تحقق هذا الحلم في المغرب. إذا الأهداف ديال لو فيلاج أورانج غادي نشتغلوا على أربعة ديال لي زاكس. أول أكس هو التعليم، يعني غادي يكون تهيئة ديال المدرسة، لا رينوفاسيون ديال واحد ليكول بلا تواتور ديالها، بلا لاكور، تهيئة ديال لاكور، تيغان دو سبور، المراحيض، كاع داكشي اللي كتحتاج المدرسة باش تولي صالحة باش يقراو فيها الوليدات. لو دوزيام أكس هو غيكون لاكس ديال لاسينيسمون، يعني غنهيئوا البنيه التحتيه ديال المنطقه. كما شفتوا لا فيديو، الا شفتوها من بعد غادي تشوفوا كيفاش المنطقه واعره وفيها ما فيهاش كاع زعما منائع طريق اكسيتيرا. دونك غتكون هذه التهيئه. لو ثوازيام اكس هما الطفل كيكون اونكادغي بون مامون، وتا لا مامون باش تكون حتى هي تلبي الحاجيات ديالها. غادي نعاونوها انها دير مشاريع مديره للدخل، وغادي نفالوريزي واحد لي برودوي ديال المنطقه. يعني عندهم بزاف الاشياء جميله، عندهم القرقاع، عندهم الزعتر، عندهم مواد محليه اللي غادي نشتغلوا مع الامهات عن طريق ليكسبيرتيز دو لاسوسياسيون. غنعاونوهم كيفاش يديروا مشاريع اللي يقدروا ينتجوا منهم اشياء، مثلا تربيه ديال الماعز، غادي يديروا منه لا برودكسيون دي فرماج. دونك هادي بور لا ميز ا نيفو ديال لي فام. لو ديرني اكس سي لاكس ديال لا سانتي، دونك افيك اترافير دونك واحد لي انفيرميري اللي غادي نديروا في الفيلاج باش نعاونوا هذوك النساء اللي يمكن يجيهم حاله ولاده، ولكن سي دي سيرفيس دو سوان هذاك. فكما لاحظتي معايا عندنا اربعه ديال لي زاكس، وغنشتغلوا مع النساء ومع الاطفال في وضعيه صعبه. بارك الله عليك استاذه، شكرا لك على التوضيحات، مشكوره على مجهودكم كلكم. السلام عليكم، حاليا معكم هذا اليوم المميز، يوم بعد انساني واجتماعي مع شركة أورانج. حكيت لي أكثر على التظاهرة وعلى الشراكة اللي كتجمعكم. في هذه التظاهرة هي مناسبة باش أولا نقطعوا علاقات مع فاعلين محليين، خاصة الفونداسيون أورانج اللي ان شاء الله غادي نوقعوا معهم واحد اتفاقيه شراكه باش ننفذوا واحد المشروع ديال اللي كيدخل في الاطار ديال المشاريع ديالهم اللي هو المشاريع ديال الكره ديال اورانج. وحنا اختارينا واحد القريه اللي هي الاعالي ديال الاطلس الكبير، اللي هي في نواحي ديال مراكش على بعد 100 كيلومتر جنوبا، واحد الدوار اللي سميتو انامرو، اللي عنده يعني نقص مجموعه ديال الاشياء بحالو بحال جميع الدواوير اللي كاينه في المناطق الجبليه في المغرب. اذا هذا المشروع هذا غيتمحور حول العنايه بالمدرسه ديال الدوار والمرافق ديالها بما فيها المراحيض، المكتبه، القاعه ديال التمريض، ملعب ديال المدرسه، الساحه كذلك. غادي يعتني كذلك بالمظهر العام ديال الدوار من خلال اعاده تشكيل وبناء هذوك الممرات ديال الدوار اللي هو في منطقه جبليه. كذلك كذلك المشاريع مديرة للدخل. عندنا كذلك مشاريع مديرة للدخل اللي غتكون موجهة للشباب والنساء. إذا غندير واحد المركز خاص لتنمية القدرات ديال الشباب وديال النساء. وأهم شيء اللي غيكون في المشروع هو أن غتكون أول ربما دوار في المغرب اللي غادي يكون عنده واحد الشبكة ديال تطهير السائل اللي غادي نخلقوها على أساس أننا نجمعوا جميع المياه المستعملة ديال الدوار قناة واحدة، وغادي تصب في واحد
واحد الخزان خاص اللي غادي يعالج هذوك المياه وغادي يخلص منها الدوار. إذن عموما هذه هي المحاور ديال هذا المشروع. نتمنى ان شاء الله التوفيق وكنشكروا لا فونداسيون اورانج على هذا على هذه الفرصه هذه. شكرا. انا عبد الله ابوتان مدير المشاريع بمؤسسه السلام للانماء الاجتماعي. شكرا لك. مرحبا. معنا مجموعة من الفاعلين في هذه الجمعية التي تعنى أول حاجة الطفل والأم وبمنطقة وما اختاروا منطقة ضواحي مراكش للنهوض بهذه المنطقة هذه على مستوى الاجتماعي وكذلك الاقتصادي والتربوي اللي هي أهم نقطة اللي طرق لها هذه الشركة هذه. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. الوغ مشاهدينا الكرام بقاو معنا حنا غناخذكم على المباشر باش ناخذ ديكلاراسيون ديال المسؤولة الاورونج اللي غادي تشرح لنا اكثر تفاصيل حول هذه الشراكة هذه وتداعياتها اللي نقدروا نقولوا على انها عندها ابعاد اجتماعية محضة اللي اهمها النهوض بقطاع الاسرة والمجتمع. بقاو معنا مشاهدينا الكرام فحنا باقين معكم مشاهدينا الكرام ومواصلين معكم عبر المباشر اليوم في هذه التظاهرة هذه اللي عندها بعد إنساني واجتماعي محض. مشاهدينا الكرام حنا كنتولدوا في هذا ليفينمون الخاص بأورانج أو فونداسيون أورانج اللي اختارت على أنها تعمل شراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الخاصة في هذه المنطقة هذه واللي من شأنها أنها تنهض بهذه المنطقة هذه. بقاو معنا مشاهدينا الكرام في انتظار أننا نقربكم أكثر من المسؤولة فونداسيون أورانج على المباشر ونشوفوا تفاصيل حول هذه الشراكة وأبعادها الإنسانية واللي من شأنها على أنها تنهض بهذا المجال. ألوغ بقاو معنا مشاهدينا الكرام حنا على المباشر كنقربكم من هذه التظاهرة اللي عندها علاقة وعندها بعد اجتماعي إنساني محض. فمشاهدينا الكرام على المباشر نقول لكم بالصوت والصورة ما يقع الآن في هذه التظاهرة هذه. فمشاهدينا الكرام في انتظار أننا ناخذ التصريح نحاول نقربكم أكثر من هذا المكان هذا اللي هنا اليوم في كاينة شراكة مهمة غادي تجمع أورانج أو لا فونداسيون أورانج جمعية مغربية محضة من شأنها أنها تنهض بمجال الأسرة والمجتمع. لا حول ولا قوة. مشاهدينا الكرام بقاو معنا فحنا على المباشر الآن نقربكم من هذه التظاهرة هذه واحد الشراكة عندها بعد إنساني واجتماعي محض. إذا مشاهدينا الكرام فمشروع هو تطلق عليه اسم أورانج فيلاج هو واحد التظاهرة أو واحد العملية غيكون فيها النهوض بمنطقة ضواحي مدينة مراكش. هذه المنطقة هذه اللي غادي ستعنى بواحد المدرسة خاصة اللي غادي يكون فيها مجموعة من المرافق اللي مهمة للتلميذ المغربي وكذلك الأمهات ديالهم غيقوموا بمجموعة من المشاريع المهمة واللي هذه المشاريع من شأنها تحسن دخل هذه الأسر المغربية. شريك الكرام واصل معكم شريك البث المباشر حنا كنتولدوا في هذا الاسباس الخاص بأورانج أو لا فونداسيون أورانج كما كنشوفوا اليوم كاينه شراكة عندها بعد إنساني محض فالنهوض بمنطقة ضواحي مدينة مراكش وكذلك الأمهات اللي عجبني على أنه حتى هذه الفكرة عندها على مستوى تعليمي على مستوى اقتصادي كذلك لأنه غيتم تخصيص مشاريع مدرة للدخل عندها بعد كما قلنا إنساني اجتماعي محض. ومشاهدينا الكرام كما كتشوفوا وسط هذا الحضور المهم نقرب لكم أكثر من تفاصيل هذا اللقاء هذا. عصام معايا أعطينا عصام اسمحوا لي أدري واحد دقيقة نجي حداك اسمحوا لي.
هذا الكابل ديالها هذا. مرحبا بنا معكم اليوم في هذا التظاهر اللي عندنا بعد اجتماعي محط قربنا اكثر لله من هذه الشراكه هذه. مرحبا بكم نهار كبير هذا، رمضان مبارك بالصحه والسلامه للجميع. احنا جد سعداء اليوم حيت المؤسسه فونداسيون اورانج جات اليوم باش تفسر شنو دارت هذه 23 عام منذ تاسيس ميدي تيليكوم. لا فونداسيون كتخدم لي بوبولاسيون لوكال، الوليدات، العيالات، فينما في جميع نطاق جميع الأصعدة وفي المغرب كله، في الشمال، في الجنوب، في الأوطاتلاس. عندنا واحد لي بروغرام اللي كنحاولوا نخدموهم مع الجمعيات المحليه، لي اسوسياسيون، مع المينيستير، المينيستير ديدوكاسيون ناسيونال، المينيستير دو لا سانتي ايتترا. وهاد لي بروغرام هادو تيجيبوا لو ديجيتال. حنا اللي عندنا المهم كنحاولوا ندخلوا هاد الناس، الوليدات ولا العيالات اللي كاينين في سيتوياسيون ديفيسيل، ندخلوهم غراس للرقمنه، ندخلوهم في يكون عندهم افاق جديد في الحياه ويقدوا اما يلقاو خدمه، يتعلموا الكوداج. الوغ لي زيكول نوميريك كنمشيو في لي زيكول مع لو مينيستير دو ديدوكاسيون ناسيونال، لي زيكول في لورال، وكنعطيوهم لي تابلت، وكنعطيوهم لو كونتوني، وكنحاولوا باش هاد الوليدات حتى هما يدخلوا في هذا العالم ديال الرقمنه الجديد، مع لي فام حتى هما وكذلك، مع لي اسوسياسيون انصاف، لا ام اش، اس او اس فيلاج، بزاف ديال لي اسوسياسيون ديال لي فام كنعطيوهم حتى هما الامكانيات باش ان شاء الله هاد العيالات اللي كيكونوا في واحد لي كونديسيون شويه صعاب يقدوا يبداو غراسو ديجيتال، يلقاو خدمه، يصاوبوا السي في ديالهم، يبيعوا، يديروا المشاريع، يبيعوا داكشي اللي كيعرفوا يديروه غراس او ديجيتال. دونك حنا كنحاولوا لو ديجيتال يكون ان موايان دوتونوميزاسيون دي فام اي دابرونتيساج بور لي انفون. او فوالا، اليوم اختاريتوا منطقه ضواحي مدينه مراكش اللي من شانها انكم، شنو اللي خلاكم تختاروا هذه المنطقه هذه؟ وعرفت على انه حتى الامهات غيكون عندهم مشاريع مديره للدخل. الو، حنا ماشي حنا اللي اختاريناها، كان واحد لابيل ا مانيفيستاسيون دانتيغي ديال لو بروجي. وهاد اورانج فيلاج اول مره في المغرب اللي غنديروا ان فيلاج كومبلي، سادير كو هذاك لو فيلاج كله 600 ديال لي زابيتون فيه، غنعاودوا لهم المدرسه، غنعاودوا لهم لو سونتر دو سونتي، الضو، الماء، ايتترا، واللي قدينا عليه كله باش يكون عندهم يكون عندهم واحد المناخ ديال العيشه اللي الحمد لله اللي ان شاء الله يكونوا فرحانين به. شكرا لك لاله. غناخذوا لي ديكلاراسيون من بعد جوست خاطر.